أنا من كم يوم كتبت تغريدة نقلاً عن مصادر أوروبية وقامت الدنيا علي وما قعدت، وذبان إلكتروني وناموس وبعوض واللي بدك إياه يعني شيء، ولا يعني جلد سميك يعني. بس يا أخوان شو اللي كتبته؟ أنا عملت جولة في عقل إسرائيلي كما استمعت إليها من الأوروبيين، قالوا أن نتنياهو يريد شمال غزة. طب مش شايفين شو بيعمل بشمال غزة أنتم؟ مش شايفين حرب التهجير في شمال غزة؟ مش شايفين محاولات دفع أهل جباليا وبيت لاهيا وكل هذول جنوب نتسارين؟ مش شايفينها على الأرض إحنا؟ قالوا أنه نتنياهو لن يطمئن إلا إذا أخذ شريط حدودي في جنوب لبنان من 3 إلى 10 كيلو. شفتوا صور عيت الشعب وميس الجبل والكفركلة والخيام والآخرة والإبادة، إبادة الحجر قبل الشجر والبشر؟ طب هذا بحكي. قلنا أنه نتنياهو بده المنطقة جيم وبده يعلن ضمها إلى الضفة الغربية. شو الجديد في هذا الموضوع؟